بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يعوزك شيء واحد، اذهب وبع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني. ساعات الانسان بيكون مهتم بأمور روحية في حياته، ولكن في ثغرة خطيرة ممكن بسببها يغرق، أو يكون سايب محبة غريبة في قلبه تكون عاملة حاجز بينه وبين ربنا. يعني ساعات الإنسان يبقى حاسس ان ربنا قريب منه، سمع صوته، ربنا معايا على طول، ده ما بيسيبنيش، وبيقف معايا وبينقذني من حاجات كتير. لكن في الحقيقه ربنا واقف بره الباب، هو قريب خالص بس بره الباب، وفي حاجز بيني وبينه لحد دلوقتي انا لسه ما فتحتلوش. هذا الشاب الغني بيدور على الحياه الابديه، وفي نفس الوقت متمسك بالعالم ومتكل على امواله، والنتيجه انه يمضي حزينا ما يتبعش المسيح. هو في سكه والمسيح في سكه. وبعدين جاي يقول له: أيها المعلم الصالح، توقير، وجس على ركبتيه. وفي ناس كتيرة بتعمل كده، لكن اللي جواهم جواهم في منظر من بره منظر وقور وجميل، لكن اللي جواه جواه حبة المال متملكة على قلبه. طب وبعدين محبة المال دي هتحدفني بعيد عن سكة السماء، هبقى مش غني لله، هبقى غني لحياة زمنية قصيرة ستنزع مني بعد حين. ومش غني لله، ماليش رصيد للحياة الأبدية، رصيدي هنا سايبه وماشي، مش هيفيدني بحاجة. مع ان سيد المسيح لو كان بس الشاب فهم، قال له: انا عايزك تفتح حساب تاني في السماء وتودع فيه، هي الفلوس اللي انت هتديها للمساكين دي رايحة منك، دي باسمك وهتتسجل لك باسمك في حسابك السماوي، مش هتتسجل باسم حد تاني. اوعى تفتكر ان واحد هيروح يحطها في حسابه تاني تبقى انت خسرتها، لا، دي متسجله باسمك في السماء، وانت شطارتك تحول قدر استطاعتك من حسابك الارضي الزمني المؤقت لحسابك الابدي الدائم الى الابد، وباسمك برضه. لكن ما يصحش وانت هتغادر هذا العالم تحط حساب هنا وتسيب حسابك فوق صفر أو مفهوش حاجة تذكر، تطلع فوق تلاقي نفسك فقير. ففي حاجات بتعمل حاجز بيننا وبين ربنا وإحنا مش واخدين بالنا، لازم الحاجات دي نتخلى عنها، لازم الحاجات دي نشيلها من سكتنا، لازم نقدم نقول له: يا رب إحنا مش عايزين حاجة تحجزنا عنك، علشان ندخل الحياة الأبدية لازم نتخلى عن محبة العالم ومحبة الممتلكات اللي فيه، محبة المال اللي فيه، وتبقى كل حاجة بتحطها بين إيدينا بتاعتك، ونسلمها لك ونمجدك بيها، وزي ما تشاور لنا إحنا نتحرك، وزي ما تقول لنا إحنا نعمل. أيضا هذا الشاب حافظ تعاليم،
وجاي للسيد المسيح بيقول له أيها المعلم الصالح، قال له في فرق بين إنسان يقرأ كتب ويسمع تعاليم ويكون مبادئ، وبين إنسان يتلامس مع الله شخصيا وينطبق عليه قول الإنجيل يكون الجميع متعلمين من الله. اللي بيتعلم من فم الله بياخد الكلمة بقوتها تدفع حياته، تدفع حياته في طريق السماء. واللي بيقرأ كتب أهو بيزود معلومات، بينقي منها بعض الأفكار ويسيب بعض الأفكار، وياخد اللي على مزاج ويسيب اللي على مزاج، بس مجرد رصيد معلومات لذاته، لكن ما بتدفعش حياته للأمان، ما بتدفعش حياته لفوق. قال له هو أنت فاكرني زي بقية المعلمين؟ لماذا تدعوني صالح؟ أنت مش واخد بالك أن ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله؟ هل أنت عارف أنت بتكلم مين؟ هل أنت هتاخد كلامي من فم الله يدفع حياتك لفوق ويخليك تتخلى عن المحبة الغريبة اللي في قلبك اللي أنت متمسك بيها جدا واللي هي سبب إعاقة لمسيرتك الروحية؟ هل أنت بتاخد الكلمة من فمي ولا فاكرني واحد زي بقية المعلمين؟ هل أنت بتاخد الكلمة من فم الله التي بها الإنسان يحيا؟ لأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الله يحيا الإنسان، زي ما بيقول سفر التثنية الإصحاح الثامن. أنت جايلي بتجاملني يعني بتقول لي أيها المعلم الصالح، ولا عارف أن أنا الله وهتاخد الكلمة كلمة حياة تحيا بها؟ يعوزك شيء واحد، لأن إن أنا عملت كل الوصايا وإنما عثرت في واحدة فقد صرت مجرما في الكل. ساعات خرم صغير في المركب يغرقها، ساعات وصية واحدة نكسرها وتبقى أجرة الخطية موت. طب آدم وحواء كسر وصية واحدة، لكن النتيجة أنهم تسمموا وفسدت الطبيعة واتحكم عليهم بالموت. واللطيف أن معلمنا بطرس الرسول بيقول للسيد المسيح، بيقول له إحنا تركنا كل شيء وتبعناك. أنا مش ناسي يوم صيد السمك الكتير، أعطتنا كتير وأكدت لنا إن هذه كلها تزاد لكم. اطلبوا بقى ملكوت الله، ما تشيلوش هم الأمور المادية لأن هذه كلها تزاد لكم. فتركنا كل شيء. ده في ناس ربنا يديهم خير يقول لك أنا اتشغلت، مش قادر أجي الكنيسة أصل عندي كذا، وبسهر برجع من الشغل متأخر جدا، أصل ربنا فاتح عليا كتير. طب وربنا فاتح عليك علشان تغرق جوه الماديات؟ ده فاتح عليك علشان يقول لك هذه كلها تزاد لكم، انتبه لملكوت السماوات. أنا بديك علشان تدي، أنا بديك عشان تكنز لك كنز في السماء، أنا بديك عشان تزود رصيدك في السماء مش في الأرض. فبطرس يعني يوميها يعني يوم ما تبع المسيح وترك الشبك، الخير اللي كان ربنا عطاهوله كان ممكن يعيش عليه ويجدد ويجيب مراكب جديدة ويوسع البيزنس بتاعه، لكن ترك كل شيء. السيد المسيح قال له شوف، ليس أحد ترك من أجلي ومن أجل الإنجيل إخوة وأخوات أو زوجة أو أولاد أو أموال أو حقول إلا ويأخذ 100 ضعف في هذا الدهر، في هذا الزمن الأرضي، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن ما تنساش إن في ناس أولون ممكن يبقوا آخرين. الشاب ده كان من أفضل الناس المتدينين، ولكن في عثرة صعبة داخلية في حياته هي محبة المال والاتكال عليه خليته آخر الكل. وفي ناس آخرون ممكن يكونوا أولين، ناس ما بدأوش بدري، ما عرفوش ربنا بدري،
لكن لما بدأوا بنشاط، وواحد زي زكا في يوم واحد عمل حاجات، كل اللي كان محوشه وكل تعلقه بالعالم سابه وتبع المسيح. فالسيد المسيح قال عنه اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. فمش هنحكم حسب الظاهر أبدا، إحنا بس عايزين ننتبه لحياتنا، إن إحنا ما نبقاش من الناس اللي بتيجي مبكر للكنيسة ومواظبين على الكنيسة، لكن لسه سايبين محبة غريبة في قلوبنا بتعمل حاجز بيننا وبين ربنا، ونبقى من الأول ومن الأولين اللي صاروا آخرين. إحنا عايزين يا رب يسوع الغنى يبقى من إيدك ومن فمك. إحنا عايزين يا رب نشبع منك أنت، أنت يا رب اللي عندك الغنى، أنت اللي عندك السلام والفرح، ليس كما يعطي العالم تعطينا. إحنا مش هننتظر من العالم حاجة، إحنا مش هنطلب غير ملكوت الله وبره، إحنا مش هنطلب غير إن إحنا نتبعك ونمشي وراك ويكون لنا كنز في السماء. إحنا يا رب يسوع مش هنتخدع بمظاهر العالم ولا بأمواله ولا بممتلكاته وإغراءاته البراقة اللي كل يوم بيجددها علشان يغري بيها ناس. إحنا يا ربي عارفين من الغنى إن إحنا نكون متحدين بيك، عايشين في شركة معاك، بنطلب مجدك وبنطلب ملكوتك. إحنا يا ربي مش عايزين نتخدع أبدا في العالم، لكن كل ما تدينا وتفتح لنا في العالم وتدينا وزنات نتاجر بيها لحسابك ولتنجيل اسمك ولربنا المجد الدائم.